الكاميرا برا ما تبقى انتي والله ما خدتش بالي دي جميل اديني اول كاميرا انا عمال يصفر لكم بدري ما طلعتوش ليه ما كنا بنصور الصوره سيلفي مع الجروب الجديد اللي جاي مرنا الرياضه ده مين دي ده بديب هايدي دي لا دي بنت اخت دي المخده بتاعت شانتال بنت اختها وده الدبدوب بتاع هايدي وده سريري دي حاجتي ودي فانز مروان بعتها لي ودي وده درجي حاجتي مخبش ما تحطي دبدوبك دي حاجة انا ما بحبش الدباديب اصلا في وشي انا بقلبها على وشي قبل ما انام والله دي حاجة هايدي وده سرير هايدي وده سرير سهيلة وده سرير مبال وده سرير شانتال وده سرير فاتن وده سرير حنان وده سكينة هنا بقى بتقفوا نعمل باي باي لما بتعملوا باي باي للناس شوفي منظر البحر هنا فيها عربيات سباق حلو قوي المنظر ده الشباب بيطلعوا هنا يتشلوا المنظر ودي الأوضة بتاعتنا وده دياري اسيب لك الشنط سيبيها ربنا يخليك يا حبيبتي عملت لك الرز هو مش زي مصر بس عشان البوتاجاز يعني وده دلابي وده دلاب حنان وده دلاب هايدي وده دلاب سهيله تعالي وده درج فاتن وده درج مبال وده درجي انا بنشوفكم بقى ما بتقوموا تتمكيجوا ده مكاني انا وبيصحوكي من النوم حياتي شفتي بصحى انا نص لازم نص ساعه نايم على السرير عشان 9 ونص اقوم من على السرير لا 9 ونص ما هظبط ناموا بدري بقى واهتموا بنفسكم الفتره الجايه دي هاي دي ده سكينة ده شانتال خلاص ما فيش وقت حنون ده هاي بقول لك ما فيش وقت يعني اهتموا بقى ده تعالي احكي لي يا ماما انت قلت لي يوم التصويت على مين عطا و من عطا و شيرين يحيى محمد شاهين شيرين عبد الوهاب امال ايه بجد؟ واو يوم تصويتنا انا وهايدي وهايدي انا وهايدي؟ طلبوا منها التدعيم بعد الفانز بتاعها وعجبها صوتها بس ده سمعتك فيه لا يعني ما بعتوا وقالوا لها على التصويت ما كان يوم النوميني بتاعي لما بعتوا قالوا لها عايزينك تدعمي دينا وكده فقالت اسمع اللي انا هدعمها دي فسمعتك فقالت دي بنت رهيبه يعني كويس